أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي Lecture 7 في البلاد، وأنا أحب برضو تبقوا يعني فاهمين القصة. البلاد عبارة عن أربع موضوعات مهمة: البلازما، وده كان الموضوع المهم اللي هو البلازما بروتينز، الRBCs ثلاث خلايا بقى، والبليتلتس والوايت بلاد سيلز. الRBCs متعلقة بالأنيميا ودرسناه، ده الموضوع الثاني. البليت وده درسناه برضو. اما الوايت بلاد سيلز وهي موضوع المحاضرتين دي والقادمه، متعلق بالاميونيتي. فدول اربع مواضيع الاساسيه: ار بي سيز انيميا، بليتليت هيموستاسيس، وايت بلاد سيلز اميونيتي، زائد بلازما بروتين. وفي موضوع خامس صغير بياخد له محاضره اللي هو البلاد ترانسفيوجن. طيب وكعادتنا هنبتدئ بمناقشة الامتحان على المحاضرة السابقة. فإحنا اللي هنا بيقول لي choose the incorrect answer، وانتوا فاهمين بنحب نجيب الـ incorrect لأن ده بيخلي السؤال أصعب شوية فيبقى discussion أحسن. regarding heparin، هل هو natural anticoagulants؟ إيه صح طبعا. هل هو بيشتغل in vivo in vitro؟ مظبوط. هل هو inactivate it inactivates factor inactivates هنا تكتب بدل الدي، ممكن تبقى اس احسن. it inactivates factor 9 و10 و11 و12، هنا مكتوب 7 و9 و10 و11، يبقى ده غلط. يبقى هي دي الاجابه الخطا، سي نمره 1 هي الخطا. regarding dicumarol treatment، الدايكومارول ده بيكمبيت مع فيتامين كي، وعليه بيمنع تكوين البروثرومبين 7 9 10. 7 يبقى باظ الاكسترنسك، 9 يبقى باظ الانترنسك، وعليه هيطول البروثرومبين تايم بتاعه الاكسترنسك والاكتيفيتد بارشال او بارشال اكتيفيتد ثروبوبلاستين تايم بتاعه الانترنسك. هو بيقول لي برولونجز بروثرومبين تايم، طبعا it acts immediately rapid onset، دي اللي غلط، لان هو طبعا لازم نخلص من البروثرومبين جروب اللي في الدم قبل ما الليفر يفشل في انه يعوضه مره اخرى، فيبقى دي الغلط. بيه it's taken orally، صح. it acts in vivo only، طبعا انه هو بيكمبيت مع فيتامين كي عند الليفر، يبقى لازم يبقى في ليفر، يبقى in vivo في الداخل. السؤال الثالث regarding thrombo cytopenic purpura، فاكرين قلنا البيربرا بيتيكي بليتلتس اللي طويل فيها البليدنج تايم، فاكرينها البليدنج تايم از برونجد، البليتلتس كاونتس تبقى اقل او 50,000 لكل كيوبيك مليمتر، صح. الكواجيليشن تايم از نورمال، صح، لان مفيش ديفكت في كواجيليشن. انما هل في ديفكت في الانترنسك باثوي اوف كواجيليشن؟ لا، ديفكت في البليتلتس مش في الانترنسك باثوي اوف كواجيليشن. يبقى دي هي الاجابه الخطا واللي هنختارها. طيب نيجي بعد كده regarding hemophilia B. hemophilia B دي اللي هي defect في الانترنسك على وجه التحديد في فاكتور 9، وطبعا اللي هيبقى طويل عندنا في هذه الحاله هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. فبيقول لي البروثرومبين تايم از نورمال، طبعا، لان الاكسترنسك باثوي في الهيموفيليا زي الفل، وده يثبت الاكسترنسك ملوش قيمه قوي لانه هو كويس والعين عنده نزيف، المهم هو الانترنسك. الاكسترنسك كويس، يبقى البروثرومبين تايم از نورمال. سببه نقص فاكتور 9، طبعا اللي هو كريسماس فاكتور، مظبوط. اللي جاي صعب شويه، اتس انهيريتد فروم ا فادر تو هيز سون، غلط طبعا. اللي بينقله الاب بيدي ابنه الولد، بيديله الواي، ما بيديلوش الاكس. الواي دي ما عليهاش حاجه، هو ريليتد تو ذا اكس كروموزومز، فهو ينتقل من الام الى ابنها مش من الاب الى ابنه، يبقى دي الغلط. اللي طويل فيه الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، طبعا لان دي بتاعه الانترنسك باثوي، يبقى الاجابه الخطا هنا هي سي. السؤال الاخير regarding فيتامين كي، ممكن يبقى سببه الدايكومرول دراج، صح، لانه بيكمبيت مع فيتامين كي. بيبوظ فيه الانترنسك والاكسترنسك، صح، لانه ولا فيه 7 ولا فيه 9، بيقول اثنين ناقصين تبع البروثرومبين جروب.
it leads to decreased formation of fibrinogen group. لا هو it leads to decreased formation of prothrombin group. يبقى دي اللي غلط سي. It may be caused by obstruction of bile ducts. صح. لان لو bile ducts اتقفلت يبقى مفيش املاح صفراويه هتوصل للانتستين، يبقى مش هنمتص الفات لان البايل سولتس مهم لامتصاص الفات، وعليه مش هنمتص الفيتامين اللي بيدوب في الفات لان ما بنمتصش الفات وضمنها فيتامين كي. يبقى دي اجابه صحيحه. دي يبقى اللي غلط ان هو السي، وعليه تبقى الاجابات سي واحد الاجابه الخطا سي، وبعدين اثنين الإجابة الخطأ B، تلاتة الإجابة الخطأ D، أربعة وخمسة الإجابة الخطأ C. طيب توقع لو امتدأ الموضوع الرابع في الموضوعات المهمة. قلنا في البلد خلصنا البلازما، فيها خلصنا البلازما بروتين، RBCs خلصنا الأنيميا، البليتلتس خلصنا الهيموستيزيس، بقلنا موضوع الإميونيتي وهو متعلق بالوايت بلد سيلز. فأنا ابتدأ الأول بالوايت بلاد سيلز اللي هي بنسميها اليوكوسايتس. اليوكو يعني ابيض، خلايا البيضاء. دي الموبايل يونتس اوف بادي بروتكتيف سيستم. ليه بيقولوا موبايل يونت؟ لانها ممكن تمشي، عندها سودوبوديا، اقدام كاذبه زي الانيبا. فدي معلومه تعرف. عدده النمبر من 4000 الى 10000 وايت بلاد سيلز لكل كيوبيك مليمتر. عاوزين نصلحها، مش كل مليمتر مربع، كل مليمتر مكعب اهي، نصلحها. او ممكن يجيبها لك بطريقه اصعب، لكل مايكرو لتر. خد بالك بقى دي جديده عندنا، لكل مايكرو لتر دي جديده، ودي صح لانه المايكرو لتر هو كيوبيك مليمتر، فتبقى عارفها حضرتك. برغم ان العدد من 4000 ل 11000 بس، لكن لان عمرهم قصير، دي معلومة طريفة يعني اعتبرها معلومات عامة، فلا بينتجوا بمعدلات عالية جدا في البون مارو. عشان كده سربرايزنج، من المثير للدهشة، ان البون مارو لو بصيت فيه اللي هو المصنع هتلاقيه مشغول مش في تصنيع الار بي سيز، هتلاقيه مشغول في تصنيع كرات دم البيضاء. لونه مش احمر، لونه اقرب للابيض اصفر. ليه؟ لان برغم ان الوايت بلاد سيلز قليلة جدا بالنسبة للار بي سيز، لكن لازم تنتج بسرعه، لان في بعضها بيموت بعد ساعات، بينما الار بي سي بتقعد 120 يوم. فالبون مارو معظمه وايت بلاد سيلز. ده سؤال في الشفوي، ليه؟ لانها شورت لايف سبان، عمرها قصير. نيجي انفورميشن، كل ده قراءه يا اولاد، ما تضيعش وقتك. قلنا الله يعلن عن وحدانيته. كل خلايا الدم، كرات الدم الحمراء والبيضاء والبليتلتس، بتبتدي بخليه واحده بس، ربنا تملي بيبتدي برقم واحد اسمها uncommitted، يعني غير ملتزمة، ما عندهاش commitment، ما عندهاش التزام. pluripotential يعني عندها مقدرات متعددة، غير ملتزمة لكن تقدر تدي أي حاجة، إنما مش ملتزمة بشيء بعينيه. stem cell يعني خلايا جذعية. يبقى خلايا الدم كلها بتبتدي من هذه الخلية الغير ملتزمة متعددة المقدرات، الخلية الجذعية دي. بالانترلوكنز اللي هو الانترنت بتاع اليوكوسايتس تبقى كوميتد، تتحول لخليه متخصصه. كوميتد يعني ملتزمه بانها تدي كرات دم بيضاء بس. هتديفايد وتماتيور الى تو سيبريت ستيم سيلز، بقى تو سيبريت لاينز، عارف زي خطين انتاج، في مايلويد لاين وليمفويد لاين. احنا عارفين كرات الدم البيضاء خمس انواع. الليمفوسايتس دي بتطلع ليها لاين لوحدها كده، الليمفوسايتس، لان دي بتاعه السبيسيفيك اميونيتي، دي اهم خليه فيهم على الاطلاق، فلها لاين خاص بيها اسمه ليمفويد لاين، ما يديش غير ليمفوسايتس. اما المايلويد لاين بيدي الثلاث خلايا جرانيولر اللي فاضله، اللي هم نيوتروفيلز او بيزوفيلز او ايسينوفيل، تبعا هل هي بتصطبغ بصبغه زرقاء بيزوفيل ولا حمراء اسيدوفيل ولا نيوترال نيوتروفيلز، ومعاهم المونوسايتس. لان احنا كرات الدم خمسه يا اولاد، ثلاثه جرانيولر حسب الصبغه بنقسمهم الى بيزوفيل اللي بتصطبغ بصبغه بيزك قاعديه، اسيدوفيل او ايسينوفيل اللي بتصطبغ بصبغه حامضيه، ونيوتروفيل اللي هي متعادله، وخليتين اجرانيولر المونوسايتس والليمفوسايتس.
تصور بقى الليمفوسايتس لاهميتها في السبيسيفيك اميونيتي، عندها لاين خط انتاج خاص بيها الليمفويد لاين، الاربعه التانيين بيطلعوا من الميلويد لاين. ده قراءه كل ده ما تضيعش وقتك فيه كتير. نيجي في بعض الجامعات بيحبوا يتركوا الوايت بلاد سيلز تماما للهيستولوجي، انا بحبش اعمل كده قوي الحقيقه، يعني اديك فكره مبسطه عن القصه وهساعدك، حتى اعتبرها بساعدك في الهيستولوجي في القصه دي. انا بحب اقسم الخمس خلايا الى ثلاث مجموعات. اول مجموعه هاخد النيوتروفيلز في مواجهه مع المونوسايتس. النيوتروفيلز دي اكثر الخلايا عددا، 62% من كرات الدم البيضاء او من 60 ل 70 بمتوسط 62 مثلا، نيوتروفيلز دي اكثر خليه. المونوسايتس دي اكبر خليه اللي هي عندها النيوكليس كيدني شيبت وعددهم 5%. طيب ايه في المعلومه اللي هتهمنا انا كراجل بتاع فيسيولوجي؟ ان دي اهم انواع الخلايا الاكله، الفاجوسيتيك، فاجوسايت يعني ياكل. فمين اكبر خليه؟ قلنا المونوسايتس، عشان كده يسموها ماكروفيج، دي الماكروفيج، انما النيوتروفيلز يسموها المايكروفيجز. في نقطه مهمه جدا يا اولاد، ان النيوتروفيلز يوم تولد بتصبح قابله لانها تاكل، بتبقى مايكروفيجز يعني جاهزه، يعني النيوتروفيلز هي المايكروفيجز، بينما المونوسايتس دي لا، بتقعد تعمل تتفسح في الدم حوالي 72 ساعه تلف في الدم، وبعدين تقسم روحها لمجموعات، مجموعه تدخل ليفر وتتحول للماكروفيجز بتاعت الليفر خلاص، اللي هي كوبفر سيلز خلايا زحاسيه، ومجموعه تدخل السبلين، ومجموعه تدخل البون، وهكذا، ومجموعه تدخل اللنج. يبقى بعد فسحه لمده 72 ساعه في الدم تقسم روحها الى انسجه الجسم المختلفه وتتحول هناك الى ماكروفيج، الخلايا الاكوله الكبيره. معايا؟ عشان كده يسموها ايه بقى؟ اسمع دي حلوه قوي، سموها مونوسايت ماكروفيج سيستم، او مونوسايت تيشو ماكروفيج سيستم. يعني تاني، النيوتروفيلز بتولد كمايكروفيجز، من يوم ما اتولدت هي مايكروفيجز، انما المونوسايتس بيلزم 3 ايام في المتوسط 72 ساعه عشان تتحول لماكروفيجز. طب في فرق تاني مهم، النيوتروفيلز دي بتعيش فيو اورز، انما المونوسايتس بتكلفها، احنا خدنا 3 ايام ودخلنا، بتعيش في الاورجان اللي تدخله ييرز وما تسيبوش، يعني اللي دخلوا الليفر يقعدوا في الليفر، اللي دخلوا السبلين يقعدوا في السبلين، دخل كبد مره يقعدوا كبد مره ويعيشوا ييرز. الماكروفيجز عليه في الفاجوسايتوزيس، مين الخليه الاسرع بعد هذا الشرح؟ طبعا نيوتروفيلز لانها جاهزه، بس بتعيش، كل حاجه لها ميزه ولها عيب، دي بتشتغل على طول بس تعيش في اورز، ومايكروفيجز انما دي بتتحول الى ماكروفيجز بعد 72 ساعه وتعيش سنين وتلتزم بالأورجان اللي دخلت فيه، سواء كان كبد أو سبلين أو بومر. دي نقط مهمة جدا أحبكم تبقوا عارفينها، وطبعا بيجي لكم في الأسئلة الـ MSQ. دي أكتر الخلايا عددا، نيوتروفيلز حاجة و 60% من 60 ل 70، ودي أكبرها حجما المونوسايتس. لا تنسى أهم مايكروفيجس هي نيوتروفيلز، أهم مايكروفيجس، اسمعني كويس، افتح ودنك، هي اللي كانت مونوسايتس، هي لا تولد كماكروفيج لكن يتم تحويلها الى ماكروفيج. دي نقط احب تبقى عارفها. نقطه تانية لطيفه في الام اس كيو، الباس سيلز، الخلايا الصديديه، لما بيبقى عندنا صديد خراج كده وعمل صديد، ما هي الباس سيلز؟ هي ديد نيوتروفيلز. النيوتروفيلز لما بتموت بتتحول الى باس سيلز. احب اخد الايوسينوفيل مع البيزوفيل مع بعض، دي اقل الخلايا عددا. الايوسينوفيل بتبقى اكتر شويه من 3%، البيزوفيل اقل شويه من 0.5%. يعني بص بالتقريب، يعني هنلاقي اراء مختلفه بس يعني كلهم في حوالين الرقم، مش لازم الرقم بذاته. ليه باخدهم مع بعض دول؟ لسببين، اولا هم دول الاثنين اللي بيزيدوا في الالرجي، دي نقطه مهمه جدا، بيبقى عندك الرجي هم دول اللي بيزيدوا. تاني نقطة انه البيزوفيل في الهيموستيزيس كان بتطلع مادة تمنع التجلط اللي هي الهيبارين، اما الايسينوفيل هي اللي بتطلع المادة اللي تسيح الجلطة اللي هي البلازمين.
يبقى خدت بالك واحده مانع للتجلط اللي هو الهيبريم البيزوفيلي، واحده مزيل للجلطه اللي هو البلازمين طالع من الاسنوفيل. وطول عمري عندي طريقه لطيفه اذكر بها الطلاب ان اهم ثلاث وظائف للاسنوفيل كلهم بحرف البي، ما انت خلاص انت فاكر ان دي بتطلع البلازمين. البارازايتس الطفيليات لما بتهاجمنا مين اللي بيموتها؟ الاسنوفيل. حتى بقولها بتعبير لا ينسى، ساعات طالب بيفتكر القصه ما بيفتكرش المعلومه الا من خلال القصه. اما بقول نمله قتلت فيل، فالزوره اهي، عارف مين النمله؟ الاسنوفيل. خليها ميكروسكوبيه تهاجم طفيل كبير قوي يرى بالعين المجرده زي الاسكاريس او ما شابه وتموته. فما اقول لك نمله قتلت فيل يبقى حلها في الجسم الاسنوفيل بتقتل البارازايتس. طيب وتالت وظيفه الاسنوفيل انها عندها ويك فاجوسيتيك اكشن، عشان كده بتعتبر السكند مايكروفيجس. يعني يقول لك مين هم المايكروفيجس؟ هم الاثنين هم دول الصغيرين، الماكروفيجس فاهم انت كويس اللي هي كات ايه، مش هي المونوسايتس، هي اللي كانت مونوسايتس من 72 ساعه بعد ما تدخل الاورجان تتحول لماكروفيج. انما مين المايكروفيجس الاوائل؟ نيوتروفيلز ثم نيوتروفيلز ثم نيوتروفيلز ثم السينوفيل لانها ويك فاجوسيتيك. يبقى حلو اهي يا اولاد، يبقى الايسينوفيلز كل وظائفها بحرف البي، افتكرهم بقى. تبتدي بالبلازمين بتاع الهيموستيزيس، وبعدين بارازايتس، وبعدين فاجوسيتيك بار بتاعتها ويك. طب البيزوفيل عاملها بطريقه جميله برضه، شوف كل حاجه بحبها بديها بطريقه سهله. الوظيفتين بحرف الاتش، بتحتوي على مادتين مهمين جدا، الهيبارين اللي بيمنع التجلط، وده هيديك اللي بعدها برضه بالاتش اللي هو الهستامين. الهستامين ماده سيئه السمعه لانها متعلقه بالحساسيه، بدليل ادويه الحساسيه اسمها انتي هيستامينيك. هل تفتكر ربنا عمل الهستامين يا اولاد عشان يبقى ماده سيئه السمعه؟ لا، دي عرض جانبي. انما الهستامين اساسا بيعمل فازو دايليتيشن، بيزود البلاد فلو للاورجانز، لكن مرتبط بعمليه الحساسيه. الهستامين لو طلع بكميات كبيره من البيزوفيلز هنشوف امتى هيعمل حساسيه، انما وظيفته الاساسيه فازو دايليتيشن. والهيبارين انتي كواجلانتس. في نقط مهمه جدا هنا يا اولاد. اول نقطه انه ما يعادل البيزوفيليك سيلز في الانسجه هو الماس سيلز، دي اللي موجوده في التيشو. خلاص، نفس الوظائف، فيها هيستامين بيعمل فازوديليتيشن وفيها هيبارين انتي كواجلانتس. والماس سيلز دي خدوا فيها نوبل برايس في سنه 1879 اعتقد ذلك 1979 ده اتخذت فيها جائزة نوبل برايس. أنا آسف صلح نفس معلوماتي، اتخذت نوبل، هي اكتشفت في 1879 واتخذ فيها جائزة نوبل في 1908. ده الماسل، بس عشان تعرف أهميتها. ليه بقول المعلومة دي؟ عشان تعرف أهميتها. إنها الماسل دي لما عرفوا إن في خلية تاني في التيشو تعادل بيزوفيليك كانت هي الماسل. تم اكتشافها في 1879 وأخذت فيها جائزة نوبل في 1908. طيب نقطة تانية مهمة جدا، إن البيزوفيليك هي الخلية الوحيدة اللي ما عندهاش فاجوسيتيك أبيليتي في الأربعة دول. ما تقدرش تعمل فاجوسيتوزيس. خلاص؟ اتفقنا عليها. إني هجيبها لك سؤال بقى أقول لك، أدي هكتب لك الأربعة أقول لك طلع اللي ما بتعملش فاجوسيتوزيس البيزوفيليك. يبقى في نقطتين في الإم إس كيو مهمين جدا في البيزوفيليك، إن الخلية التي تعادلها هي المسلز، وانها الوحيده اللي ما عندهاش فاجوسيتيك ابيليتي. يبقى معلومه خدها كفقره معلومات عامه. لو عندي ايسينوفيليا، يعني ايسينوفيل زايده في الدم، فده معناه حاجه من الثلاثه، اعرفها بقى بقولها دي للاطباء ولصغار الزملاء. ايسينوفيل زايده يبقى معناها حاجه من ثلاثه، يا الرجي، يا بارازايتس، يا كانسر. ده الاحوال الثلاثه. لو لقيت عيان عنده ايسينوفيليا، الايسينوفيل زايده جدا، هتفكر في حاجه من ثلاثه، يا عنده بارازايتس ونتمنى، او الرجي ونتمنى، ولكن لا نتمنى ان يكون عنده كانسر. يبقى خدنا اول خليتين نيوتروفيلز والمونوسايتس. ليه خدناهم مع بعض؟ لان هم دول اهم
فاجوسيتيك سيلز المايكروفيجس والماكروفيجس، وخدت الايزنوفيل والبيزوفيل مع بعض، دول اقل الخلايا عددا ومرتبطين بالهيموستيزس، واحده تطلع هيبارين واحده بلازمين، واستغلناها استغلال حاسم. كملنا دي بحرف البي بلازمين بارازايتس فاجوسيتوزس، ودي هيبارين بالاتش حطينا معاها الهستامين. وقلنا في اسئله مهمه جدا، دول الاثنين بيزيدوا في الالرجي. سؤال في البيزوفيل، في سؤالين مهمين: الخلايا التي تعادلها هي المسلز، واخذت فيها جائزه نوبل في 1908 انما اكتشفت في 1879، وانها الوحيده اللي ما عندهاش فاجوسيتيك ابيليتي. انا عارف في بعض الناس بيقول لهم اقروا الوايت بلاد سيلز في الفكره عنها في الهيستولوجي، ما بحبش كده، بحب احط القواعد للفهم. نمسك الليمفوسايتس بقى اللي هي عندها لاين خاص بيها اللي هو الليمفويد لاين. الليمفوسايتس دي 30% تقريبا، وهي نوعان: سمول ليمفوسايتس ولارج ليمفوسايتس. خد بالك بقى، السمول ليمفوسايتس معلومه بمليون جنيه بقى، هي دي المسؤوله عن اهم حاجه في موضوعنا النهارده، هو السبيسيفيك ايميونيتي، الاس مع الاس اهو. يبقى احنا بنتكلم عن اللي عندنا الايميونيتي نوعان، هنعرف في نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. مين اللي مسؤول عن الاس سبيسيفيك؟ السمول ليمفوسايتس بسميها العقل، انما اللارج ليمفوسايتس بسميها العضلات. دي حتى اسمها بيقول ناتشرال كيلر، يعني في طبيعتها القتل، ناتشرال كيلر سيلز. دي تابع النون سبيسيفيك اميونيتي. يعني تصور الصغيره هي اللي خدت الدور الاهم، السبيسيفيك العقل، انما الكبيره دي عضلات تضرب اي واحد نون سبيسيفيك. يبقى دول الليمفوسايتس. يبقى قسمت الموضوع الى اتنينات، تو فيجز، مايكرو وماكرو، قلت لك الفرق، ايسينوفيل وبيزوفيل قلت لك العلاقه، وبعدين الليمفوسايتس بتاعت الليمفويد لاين قسمناها لنوعين: سمول ليمفوسايتس مسؤوله عن سبيسيفيك اميونيتي، ولارج ليمفوسايتس اللي هي العضلات ناتشرال كيلر ضمن مجموعه النون سبيسيفيك اميونيتي. طيب فدي معلومات قيمه تبقى عارفها. فين بقى السؤال اللي ممكن يجي نظر هنا ومش مهم قوي، اللي هو الانفلاماتوري ريسبونس؟ لو جالك سؤال اتكلم عليه في اربعه نقاط باي ديفينيشن. الالتهاب هو استجابه الانسجه لانجري، لاصابه بسبب حاجه من اربعه: انفكشن، او حاجه ميكانيكال تروما، او كيميكال، او ثيرمال. يبقى هنا ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لك انجري؟ اهو نقولهم من اربعه تاني: انفكشن، وبعدين ميكانيكال اللي هو التروما، وكيميكال، وثيرمال اللي هو الاكستريم اوف تمبرتشر، حاجه سخنه قوي او حاجه ساقعه قوي. ادي معنى الانفلاماتوري ريسبونس، استجابه الانسجه لاصابه كنتيجه لحاجه من اربعه. تاني نقطه كاركترز. بص كده المكان مصاب بحاجه، حته ملتهبه في جسمك، لاقي فيها ظاهرتين، يوجد ظاهرتين، هما اكتر من ظاهرتين بس يعني انا هركز على الكلام الاهم دلوقتي، تاخد الباقي في الباثولوجي باذن الله. هتلاقي لونها احمر ريد، وهتلاقيها ورمه سوالينج. سبب الاحمرار الفازودايلتيشن، في دم كتير، وسبب السوالينج ان الفازودايلتيشن وسع ثقوب الكابيلري. لما الفيسيك زي البالونه ما تنفخها كده الجدار يرق، فنفاذيه الكابيلري زادت فطلع منها ميه. انا بحب اقول حاجه لطيفه قوي، ان حضرتك اي مكان ملتهب في جسمك لونه احمر ومتورم، لا انت مبسوط من الاحمرار ولا انت مبسوط من الورم، لكن في تامل خاص بالعبد الله. الاحمرار اللي انت مش عاجبك ده بيفيد في الشفاء، لانه عباره عن فازودايلتيشن بيجيب دم، والدم مليان كرات دم بيضه اللي هي زي ما لسه بنقول عندها ديفنسيف فانكشن. يبقى الاحمرار ده يدل ان في دم، في وايت بلاد سيلز كتير جايه بتحاول تلم الموضوع. طب والسويلنج؟ لما زاد الكابيلا بريمابيلتي وخرج ميه والحته ورمت، دي جميله قوي، دي بتخفف البكتيريا التوكسنز. وبقولها بطريقه لطيفه، هو انت لما بيبقى في اي حاجه ارتن في عينك مثلا وحارق لك عينك قوي، بتعمل ايه؟ بتجري على الحوض تغسل عينك بميه كتير عشان تخفف الارتنت التوكسنز. فبقول جمله لن تنسوها يا اولاد، ان الناس لا تحب اعراض المرض، يعني ما بتتضايق لما الواحد يبقى يعني. وعاوز اقول لك من ضمن اعراض الانفلاميشن اللي هم مش يعني ما بيركزوش عليها، انت ما تحط ايدك على الحته الانفليم بتلاقيها سخنه،
hot hotness وايفن ساعات الجسم كله يسخن ودي حاجه جميله لان الفيفر دي بتزود انزيماتيك رياكشنز فبتزود كل الاميون ريسبونس. فبقول جمله جميله هتفتكروها مع حياتكم: الناس تتضايق من اعراض الامراض. ولكن انا بقول جمله: اعراض المرض تفيد في شفائه. يعني انت متضايق من اللون الاحمر مع انه ده معناها ان في بلاد يبقى في ديفنسيف فانكشن، متضايق من الورم مع ان الورم ده بيخفف التوكسينز، متضايق من الحراره سواء في الحته المصابه او كل جسمك سخن مع ان ده بيزود الانزيماتيك رياكشنز. اعراض المرض تفيد في شفائه. اسمع بقيه الجمله: الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر، جمله حفظتها لاجيال. اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. نيجي النقطه الثالثه: السيلز انفولفد. قلناهم مين الفاجوسيتك سيلز؟ لسه قايلينها اللي هي النيوتروفيلز، قلنا من 60 ل 70 حتى كنا كاتبينها 62%. المونوسايتس قلنا على عاوز رقم سهل حوالي 5% هنا من 2 ل 8%. دي المايكروفيجس ودي الماكروفيجس. خلاص؟ النيوتروفيلز الهاف لايف عمرها قصير جدا، اللي هي اكثر الخلايا عددا. الهاف لايف يعني عددها ينزل للنص بعد 6 ساعات، ادي معنى الهاف لايف. ودي الفيرست لاين ان اكيوت انفلاميشن، لانها قلت هي جاهزه كماكروفيجس. انما المونوسايتس قلنا بعد 72 ساعه اللي هو الهاف لايف تدخل الاورجانز وتتحول الى ماكرو فيجز. يعني هي الماكرو فيجز بتولد كمونوسايتس وعاوزه هاف لايف 72 ساعه عشان تتحول الى ماكرو فيج. عشان كده هي السكند لاين في الاكيوت انفلاميشن. ده سؤال مهم في الام اس كيو. يبقى المايكرو فيجز جاهزه فيرست لاين، لان النيوتروفيلز ار مايكرو فيجز، انما المونوسايتس يلزم تحولها الى تيشو ماكروفيجس. وعشان كده يسموها لما تقرا ده مونوسايتس تيشو ماكروفيج سيستم. يعني المونوسايتس هي اللي بتدي التيشو ماكروفيج. نقطه الرابعه والاخيره: ستيبس اوف فاجوسايتوز. بحب احكيها بطريقه لطيفه يا اولاد. 6 ستيبس. نما الى ذهن الفاجوسيتيك سيلز ان في بكتيريا اهي بره في احد الانسجه. يبقى الفاجوسيتيك سيلز في البلاد اهي في البلاد فيسلز، ونما الى علمها ان في بكتيريا بره. تعال نفكر، حط خطه. فاول حاجه ان لازم بعض الفاجوسيتيك سيلز يطلعوا عشان يتعاملوا مع البكتيريا دي. فالاول هيحصل مارجينيشن، يعني بعض الخلايا تركن تستيك لجدار الفيسل. الدم ماشي عادي واقول لهم مع السلامه انتوا، انا هخرج بره البلاد فيسل، انا عندي مهمه خارج الاوعيه الدمويه، فانا هاجي جنب الجدار كده وموسع لكم اهو، امشوا براحتكم للبلاد. يبقى اول ستيب احفظ معايا مارجينيشن. وبعدين تدور على ثقب في الكابيلاري، مفيش حته مثقبه في السيركوليشن غير الكابيلاري. ثقب وتروح مطلعه رجل منها. وتقعد تسكويز تعصر روحها تعصر روحها لحد ما تطلع بره. العمليه دي بتاخد ساعات، يسموها دايابيديسيز. بيت في اللغه يا اولاد معناها قدم، بيت. حتى في العجله انا بيسموا الايه اللي بحركه برجلي يسموه البيدال، اللي احنا بنقوله باللغه بتاعتنا مش ما عندناش حرف البي نقول البدال، انما هو بيدال، بيدال بتاع الرجل. حتى ما بنركب في شرم الشيخ المركب اللي برجلين ما بتجدفش يسموها بيدالو. فبيد يعني رجل. يبقى تاني حاجه هتخرج بقدميها وتسكويز تعصر روحها تعصر روحها، ده ياخد ساعات. وبعدين تمشي ناحيه البكتيريا كما الاميبا، يبقى موبويد موفمنت بسودوبوديا باقدام كاذبه. طب هي هل ليها عينين عشان تعرف فين البكتيريا؟ لا، عندها طريقه ثانيه بقى. ان البكتيريا في حواليها مواد كيميائيه بتجذب الفاجوسيتيك سيلز، فعمليه جذب الفاجوسيتيك سيلز المواد الكيميائيه دي اسمها كيموتاكسيز. كيمو يعني ماده كيميائيه، وتاكسز اتعلمها بقى، بعلمك ترمينولوجي هنا، معناها ريجوليتد، يبقى حاجه بتنظم بماده كيميائيه. كيمو تاكسز يعني ريجوليتد كيميكال. ف يبقى ايه المواد الكيميائيه اللي بتجذبها؟ يبقى العمليه اسمها كيمو تاكسز،
انما المواد الكيميائيه اللي بتجذب اسمها كيمو تاكسنز. يبقى خد بالك العمليه كيمو تاكسز، انما المواد اسمها كيمو تاكسنز، ما تلخبطش. ايه المواد دي؟ البكتيريال توكسنز والانفليمد تيشو توكسنز، اللي طالع الحاجات طالعه من الانفليمد تيشو، او مش توكسنز اسف يعني برودكتس والانفليمد تيشو، وماده هناخدها اسمها الكومبلمنت. يبقى فهمت ازاي بتتجه؟ لو اتجهت الفاجوسيتك سيلز ناحيه البكتيريا يسموها بوزيتيف كيموتاكس، حاجه ايجابيه. ساعات البكتيريا تبقى ذكيه تطلع توكسنز تسوحها تمشيها الناحيه الثانيه، يبقى يسموها نيجاتيف كيموتاكسس. يبقى لو عملت لها اتراكشن جابتها ناحيتها يبقى بوزيتيف، بعيد عنها يبقى نيجاتيف. وصلت؟ تخيل بقى ان مطلوب من الفاجوسيتك سيلز تاكل بكتيريا بعضها ميت حتى، يبقى لازم يبقى طعمها حلو لان نفسها تقف، فلازم حاجه تحلي البكتيريا اسمها اوبسنين. حتى خد بالك من الكلمه اي ان في الاخر يعني بروتين، اوبسنين يعني البروتين اللي بيخلي البكتيريا اوبتيمم. اوبتيمم يعني مثاليه للاكل، ومن هنا جت كلمه اوبسنين، والعمليه اسمها اوبسينيشن. خلاص؟ يعني اوبسنايزيشن انك انت عمليه انها تبقى طعمها حلو، يبقى الاوبسنين هو البروتين، واوبسنايزيشن اللي هي عمليه انها تبقى طعمها حلو عشان تاكلها. بعد ما كلتها بتعمل ايه بقى؟ بتحطها في فاجوسيتك سيلز او فيسيكل جوه، اسف فاجوسيتك فيسيكل، حويصله اهو جوه، وتحط عليها بقى اللايسوزومز بتاعت الخليه اللي هي الجهاز الهضمي بتاع اي خليه اسمه لايسوزومز، تهضمها. يبقى دي ست عمليات، هقولها بالعربي هتفتكرها. يبقى اول حاجه تلتصق بالجدار، مارجينيشن، تيجي عند المارجن، ثم تخرج بسودوبوديا دابيديسيس، وبعدين تمشي زي الاميبا اموبويد موفمنتس، وبعدين تتجه كيموتاكسيس، وبعدين تلتهم، ولازم يبقى طعمها حلو، لازم تبقى الحاجه اوبتيمم يعني مثاليه، فيسموا العمليه اوبسينايزيشن. والماده اللي بتعملها اسمها اوبسينين، اللي هم زي مين اشهر تو اوبسينين ده هنعرفها بعدين، مش ضروري تحفظها دلوقتي، اللي هم اميونوجلوبولينز الانتي بوديز، اميونوجلوبولين جي والكومبلمنت اللي هنجي له حاله. وبعدين اخر حاجه اللي هي فاجو سيتوزيس. يبقى تلتصق بالجدار مارجينيشن، تخرج دابيديسيس، تمشي اموبويد موفمنتس، تتجه كيموتاكسيس، تلتهم فاجوسيتوز. اظن حتى بعربياتنا اسهل في تذكرها. يبقى ازاي كره الدم البيضاء بتروح تلتهم البكتيريا؟ شفت العمليات، الاول بتركن على المارجن يبقى مارجينيشن، وبعدين تدور على الثقب في الكابيلر وتخرج رجلها، وده ياخد ساعات، سموها دابيديسيس. وفهمتك كلمه بيدال، بيدال يعني رجل، دابيديسيس تخرج برجليها، وبعدين تمشي كما الاميبا اموبويد موفمنتس، وبعدين تتجه كيموتاكسيس، والماده الكيميائيه اللي بتنظمها اسمها كيموتاكسين، حاجه ريجوليتد كيميكال. فهمتك معنى الترمينولوجي، كيميكال سبستانس بيريجوليت، اللي هم زي البكتيريا التوكسينز وبرودكتس وانفليم تيشو والكومبلمنت. وبعدين لازم تلاقي الحاجه طعمها حلو، عشان انت مش هتاكل حاجه طعمها وحش. مين اللي بيحلي البكتيريا يخلي طعمها حلو، يخلي طعمها اوبتيمم؟ الاوبسنين. خد بالك من الكلمه جايه منين، والعمليه اسمها اوبسنايزيشن. ثم تلتهم بالفاجوسيتوزيس، وجوه بقى الفاجوسيتك سيلز هتهضم البكتيريا بالجهاز الهضمي بتاع الفاجوسيتك سيلز اللي هو اللايسوزومز، بعد ما حطيتها في حويصله اللي هو الفيسيكل. ده سؤال اللي هو الانفلاماتوري ريسبونس، اي دونت بليف ان هو هيجي. نيجي شويه باثولوجيكال فاريشنز لحد عشان ننتقل بقى للجزء اللطيف والمهم في الموضوع. باثولوجيكال فاريشن، لو نقص كرات الدم البيضاء يسموا ده ليوكوبينيا، بينيا النقص. مفيش خالص يسموها يعني نو جرانيوسايتوزيس، مفيش الخلايا اللي هي جرانيولار. ما احنا قلنا كرات الدم البيضاء فيها نوع، ثلاث انواع بيبقوا جرانيولار سيلز، فيهم حبيبات، يا اما تصطبغ ببيزك يبقى بيزوفيلز، اسيدك يبقى اسيدوفيلز او اسينوفيل، يا اما نيوتروفيلز. ان يبقى ان ينقص عدد كرات الدم البيضاء يسموا ده ليوكوبينيا او اجرانيوسايتوز لو مش موجوده خالص. ودي تخيل انك انت في دوله بدون امن، يبقى خلاص ضعت. الامن هو اهم، يبقى رابيدلي فيتال كونديشنز. تحصل امتى؟ لو خدت توكسنز
دمر البون مارو فما بقتش تطلع الرجال البوليس، او اكسبوجر تو راديشن زي مثلا في قنبله هيروشيما او ناجازاكي او اشعاعات ذريه في تشيرنوبل او حاجات زي كده. خلاص انت دمرت البون مارو مفيش رجال البوليس، يبقى اتس رابيدلي فيتال كونديشن. وساعات تحصل لسبب ما نعرفش حصل منين، وفي ادويه بتعمل كده، بس مش عاوز يعني اتبحر، جاست تبقى عارف التعبير. ليوكوبينيا نقص كرات الدم البيضاء. يعني لا جرانوسيتوز يعني انعدام كرات الدم البيضاء، حاله خطيره جدا. نيجي ليوكوسايتوزيس وليوكيميا اللي هو سرطان الدم. ليوكوسايتوز زياده في عدد كرات الدم البيضاء فوق 20,000، احنا قلنا نورمالي من 4000 الى 11,000. لوكيميا برضو زياده في عدد كرات الدم البيضاء. امال ايه الفرق بين الليوكوسايتوزيس واللوكيميا؟ الليوكوسايتوزيس حاله حميده، لان كرات الدم البيضاء اللي زايده بتبقى ماتيور وايت بلاد سيلز، هتطلق عليها لون اصفر، ماتيور يعني ناضجه، يعني فانكشنينج، بتشتغل، بتتصدى للبكتيريا اللي في جسمك. انما اللوكيميا زياده خبيثه مش حميده، immature cells غير ناضجه، non functioning، ما بتشتغلش وبتتكاثر بكميه كبيره جدا، فيبقى ما بتعملش حاجه وفي نفس الوقت بتاكل غذاء الجسم. فينطبق عليها المثل اللي بحب اقوله، اكل ومرعى، يعني بتاكل كل اكلك واللي تصنعه، هو ده اللوكيميا. خلايا بالهبل ممكن توصل 100,000 عدد الخلايا واكتر في اللوكيميا، وما بتشتغلش، بالعكس بتاكل اكلك. عشان كده ده مالجنان ديزيز، لو ما عرفناش نتخلص منه العين توفاه الله. يبقى فهمت ايه الفرق بين الليوكوسايتوزيس واللوكيميا؟ الاثنين زياده في عدد الخلايا، بس الاوائل هنا الخلايا ماتيور فانكشنينج، هنا الخلايا اماتيور ونون فانكشنينج، هنا بتعمل وظيفتها حاله حميده، انما هنا حاله خبيثه. امتى يحصل ليوكوسايتوزيس؟ في امثله، يعني لو عايزين نحط محاضره كامله مش هنضيع وقتك، هناخد لو في التهابات تيشو انفلاميشن زي ما خد، وقلنا الديد نيوتروفيلز بنسميها باس سيلز، زي في حالات الميكاردا انفاكشن، لو جلطه في القلب النسيج الميت ده عاوزين نروح ندافع عنه، فبيروح الوايت بلاد سيلز. وطبعا ممكن الحاجات دي تحصل فيسيولوجيكال. هل في فيسيولوجيكال ليوكوسايتوزيس؟ احب اقولها لكم برضه، في بعض الجامعات بيسالوها، يعني هل زياده غير مرضيه في عدد كرات الدم؟ طبعا كل مره حضرتك بتاكل او بتعمل اكسرسايز بيزيد كرات الدم البيضاء. واحد يقول لي طب فسر لنا ليه؟ هو الاكل حضرتك بتاكله ده معقم ولا غير معقم؟ طبعا غير معقم. معقم ازاي؟ ده تلقفته عشرات الايادي ساعات. طب ما هو مليان بكتيريا، يبقى اول ما تاكل معناها ان في بكتيريا دخلت جوه الجسم، يبقى لازم نزود البوليس ليوكوسايتوزيس بعد الفود انتيك. طب لما اعمل اكسرسايز، لما انزل العب في ملعب، ما لاحظتش ان على جانب الملعب في عربيه اسعاف واقفه؟ لانك محتمل حد يتعور. طب هو نفس الفكره، ربنا بقى موقف عربيه الاسعاف، ادام هلعب يبقى في احتمال ان انا يجي لي اصابه، يبقى لازم كرات الدم البيضاء تبقى مستعده. دي اسمها فيسيولوجيكال ليوكوسايتوز في بعض الجامعات. هل لازم الليوكوسايتوزيس تبقى باثولوجيكال؟ يعني لازم يبقى عندي انفلاميشن، مايوكاردال انفاركشن، جلطه في القلب، مايوكاردال انفاركشن يعني جلطه في القلب، او حته انفاركشن بالذات معناها موت، حته موت حته في القلب بسبب جلطه طبعا. يبقى انفاركشن يعني موت، ومايوكاردال يعني عضله القلب. دي حالات باثولوجيه بيزيد فيها كرات الدم البيضاء، لكن في حالات فيسيولوجيه واقنعتك بيها بعد ما بتاكل وكل مره بتعمل اكسرسايز بيزيد، وهذه زياده فيسيولوجيكال. هو السؤال بس اللي ممكن تسأله في الشفوي، ايه الفرق بين الليوكوسايتوزيس واللوكيميا؟ اديك عرفت. هنا زياده حميده، الخلايا ناضجه فانكشنينج تقوم بوظيفتها، انما هنا غير ناضجه اماتيور ولا تقوم بوظيفتها. ده مالجنت كونديشن. طيب ابتدي بقى الموضوع الجميل اللي هو المناعه. اميونيتي. immunity معناها، ضبط بس الورق بعد اذنك. immunity by definition معناها الـ ability to resist microorganisms or their toxins.
سيبك من ديفينيشن، محدش يسألك مقدرة مقاومة مجابهة الميكروبات المايكرو أورجانيزمز وسمومها. يبقى مقدرة مجابهة المايكرو أورجانيزمز وسمومها. طيب دلوقتي احنا عندنا، عاوزك بقى ايه، هندخل في، عاوزك تفهم المعركة ازاي بتحصل في الجسم. احنا في الجسم يا ولاد، وبستعجب لما الاقي زميل فاضل يروح مندفع كده في الشرح من الاول، بحيث في الاخر الطالب بقى كونفيوزد. ده زائد طبعا ان هو عشان تشرح موضوع الاميونتي ده لازم حضرتك تقرا لك كتاب على الاميونتي قبل ما تتكلم فيه اساسا. انما تاخد لك كلمتين من اي كتاب وتقولهم هيطلع الناس توتالي كونفيوزد. وزي ما قلت لك انا بحب انك تشوف الصوره العامه اكتر من انك تدخل في التفصيلات. في الجسم يا اولاد عندنا خطي دفاع. اول خط دفاع نون سبيسيفيك، يعني ايه؟ يعني مش سبيسيفيك، يعني مش ضد جرثومه بذاتها، ينفع ضد اي جرثومه. يسموه النيت، فطري. النيت يعني فطري. ده بيقيك اكتر من 99% من الجراثيم اللي بتهاجمك. تصور يعني خط الدفاع الاول ده بيشيل اكتر من 99% من الهجوم، ويقدر يشيل اي بكتيريا غير مخصص في بكتيريا او فيروس او فطر بذاته، ينفع في اي حاجه. نون سبيسيفيك النيت. طب في اقل من 1% بيعدي خط الدفاع الاول ده. فكر معايا بقى، لو اللي عدى ده من البلاوي اللي هناخدها، ده معناه ان الاورجانيزم ده الكائن الحي ده ايه؟ معناها انه رهيب. يبقى لازم في خط دفاع تاني بقى بسميه العقل بقى، اللي هو السبيسيفيك اميونيتي. هنا بقى حاجة مخصصة في هذا الأورجانيزم بذاته، لا تصلح إلا فيه، ما تنفعش حاجة تانية. يبقى فهمت؟ يبقى عندك في الجسم قبل ما نبتدي يوجد خطي دفاع، نون سبيسيفيك النيت، وبعدين سبيسيفيك اللي هو أكواير مكتسب. النون سبيسيفيك فطري، والسبيسيفيك بيبقى مكتسب. مين اللي بتبتدي بيه النون سبيسيفيك؟ يقيك كام في المية؟ أكتر من 99% من الأورجانيزمز. طب الواحد في المية اللي عدى ده ده, ده 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 اللي هو بقى، ده مش أورجانيزم طبيعي اللي عدى من ده كله، ده عاوز مخ بقى، عاوز حاجة مخصصة فيه بذاته، سبيسيفيك أكوارد. فعندي سؤالين، في النون سبيسيفيك وفي السبيسيفيك، كل منهم يصلح سؤال نظري، ده حتى السبيسيفيك هيتقسم اتنين زي ما نشوف. نيجي لو جالك سؤال نون سبيسيفيك هتجاوب الاتي، مقدمه في 3 نقاط ثم 3 شروحات، يبقى حلوه اهي 3، 3 نقاط و3 شروحات. الاول تقول ان النون سبيسيفيك ده ضد اي جرثومه، يبقى نو سبيشال ريكوجنيشن نون سبيسيفيك. ليه اتعرف عليه؟ هو بيصلح ضد اي حاجه، ليه نتعرف؟ ليه ريكوجنيشن؟ اي حاجه هنضربها، لان ما احتاجناش تعرف، يبقى ما ضعناش وقت، تبقى رابد، يبقى العمليه سريعه. والان مش عاوزين تعرف، there is no previous exposure، مش عاوزين نتعرض ليها قبل كده ونتعلم وندرس ونشوف خصائصها، يبقى لا تحتاج previous exposure. هنتكلم عليها، تفهمها اكتر في السبيسيفيك. خلاص، ونو سبيشال ريكوجنيشن ورابد، دي مقدمه من 3. طيب خط الدفاع الاول ده اللي هو نون سبيسيفيك اللي هو النيت فطري، ينقسم بدوره الى 3 خطوط منفصل. اول خط ميكانيكال اند كيميكال بايرز، يعني حواجز كيميائيه وميكانيكيه، نتكلم عليها في 3 نقاط. نمرة ايه؟ الابيثيليال كافرينج اوف سكين gastrointestinal tract اند respiratory tract. انا بحب اقولها بطريقه الطف، الابيثيليان بتاعت الجلد وبتاعت الميوكوزا جوه، فاقولها لك بطريقه لطيفه. انت مغلف، عشان نحافظ عليك مغلفينك من بره بالجلد، طيب، ومبطنينك من جوه، مبطن من الداخل بالميوكوزا، سواء في الجهاز الهضمي او في الريسبريشن. لو شلت الغلاف ده سهل الاورجانيزم تدخل، والدليل هقول لك حاجه من الحياه، بضفرك كده اخدش الجلد بتاعك واتفرج عليه بعد 3 دقايق، هي التهبت على طول، لانك شلت البارير فالاورجانيزم دخلت.
يبقى اوعى تنساها لطيفه ايه. نمره واحد، انت مغلف بالجلد الابيثيليوم بتاعت الجلد ومبطن بالابيثيليوم بتاعت الميوكوزا. تاني حاجه الميوكس المخاط اللي موجود في الريسبيراتوري تراك، ما لاحظت لما بيحصل التهاب بيزيد المخاط اللي موجود في الريسبيراتوري تراك او في الانف حتى، ما هو الانف ضمن الريسبيراتوري تراك. ليه تفتكر الميوكس ده؟ اي بكتيريا هتدخل هتلزق في المخاط ده وبعد كده حضرتك تكحها تعطسها يبقى تخلصت منها بطريقه ما. تالت طريقه الاسيد يا اولاد. الاسيد موجود في حتتين، احنا قلنا الاكل بناكله 100% غير معقم وبتتلقفه عشرات الايادي، اول ما يدخل في المعده مستنيه سترونج اسيد هيدروكلوريك اسيد، مش اسيد اي كلام، بي اتش في المعده واحد 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 يعني الجسم 7.4 هايلي اسيديك. في الفاجينا، الفاجينا بتاعت الفيميل برضو اسيديك. ليه؟ لان الجماع الجنسي ده عباره عن فرصه لانه يدخل انفكشن، وفي ناس طبعا غلابه ما بيراعوش الهيجين يعني مش نضاف قوي، فبيحصل انترودكشن جوه الفاجينا للميل اورجان اللي هو ممكن يبقى مش نظيف، فعشان كده ربنا خلى الفاجينا اسيديك. خلاص؟ فيبقى ثلاث حاجات ميكانيكال اند كيميكال باريرز، اللي هو حواجز ميكانيكيه وكيميائيه. خدنا حواجز ميكانيكيه اللي هو انت مغلب بالجلد ومبطن بالميوكوزا، وحاجزين كيميائيين الميوكس والاسيدز. انتقل اللي بعدها. نون سبيسيفيك سيلولار ميكانيزمز، يعني خلايا غير متخصصه تهاجم اي حاجه، ده معنى نون سبيسيفيك. اول حاجه خدناهم اللي هي المايكروفيجز، لسه قايلينهم مين هم المايكروفيجز للاوائل، نيوتروفيلز ثم نيوتروفيلز ثم نيوتروفيلز ثم يوسينوفيلز. اوعى تقول بيزوفيل، البيزوفيل ما عندهاش، ده سؤال ام اس كيو، ما عندهاش خالص فاجوسيتيك باور، ده سؤال. يبقى بهذا الترتيب حتى لازم اترتيب المعلومات باهميه المعلومات، يبقى نيوتروفيل ثم نيوتروفيل ثم نيوتروفيل ثم اسيدوفيلز. طيب تاني حاجه الماكروفيجس، واظن حكينا القصه، الماكروفيجس كانت مونوسايتس وبعد ما لفت الهاف لايف 72 ساعه في الدم دخلت التيشو وتحولت الى ماكروفيج، دي تاني حاجه قلناها. طب تالت حاجه ناتشرال كيلر سيلز، لو عندك ذاكره دي كانت اللارج ليمفوسايتس، شوف حتى اساميها تلم عليها ناتشرال كيلر، يبقى في طبيعتها القتل. نون بي نون سي تي، يعني احنا لما هنيجي للليمفوسايتس السبيسيفيك هنلاقي فيه بي وتي حسب ايه؟ المدرسه العسكريه اللي اتعلمت فيها. الليمفوسايتس اللي دخلت مدرسه الثايمس بحرف التي سموها التي سيلز، واللي دخلت مدرسه البيرسا بحرف البي سموها البي، زي ما انا اروح الجامعه الامريكيه اقول انا ايوسيان يعني بتاع الايو سي حسب مكاني، انا نيويوركر يعني من نيويورك الحته اللي فيها نيويورك، انما دي بقى بسميها مع الاعتذار بس عشان تعرف تفتكر الكلام ده، خليها صايعه ما دخلتش في توة بطبيعيه كده، نان بي نان تي معناها صايعة، لا اتعلمت في البيرسة ولا اتعلمت في الثايمس، ما اتعلمتش فنون قتال، هي كده في توة بطبيعته النيت بالفطرة في توة يضرب أي حاجة، مش مخصص حاجة، عضلات مش مخ، أو لارج ليمفو سايتس. يبقى الناتشرال كيلرز ده اسم في طبيعتها القتل. صايعة نان بي نان تي ده اسم تاني. لارج سيلز خليه في توه كبيره كده العضلات دي بقى خدت اصعب مهمتين في الجسم نون سبيسيفيك، المالجنان سيلز الخلايا السرطانيه تضربها، ما مش متخصصه في سرطان معين اي سرطان تخبط، واسمع اللي جايه كويس فيروس انفكتد سيلز، هي يعني الكلام عائد على السيل، هي مش بتموت الفيروس، السيلز بالفيروس اللي جواها بتطربق السيلز بالفيروس اللي جواها، وده الفيرست لاين اوف ديفنس اجينست فيروس. خليها صايعه. خدت هي كبيره لارج ليمفوسايتس، كبير يلعب مع الكبير، فبتلعب مع الحاجتين الصعبين المالجنان سيلز والسيلز اللي جواها فيروس، مش الفيروس، السيلز اللي جواها فيروس تربعها بالفيروس اللي فيها.
طب اكتيفيتد بايه بقى؟ ايه المواد اللي بيخلوها تنشط؟ هناخدهم دلوقتي حالا حاجه اسمها الفا انترفيرونز، هنقول ليه سموه انترفيرونز بعد شويه، والانترلوكينز اللي هو الانترنت بتاع الليوكوسايتس انترلوكين 2، والانتيجين انتيبادي رياكشن، دي الحاجات اللي بتنشطها. طيب ثالث خط في خط الدفاع الاول اللي هو هيبقى نون سبيسيفيك هيومورال ميكانيزمز، يبقى برضه نون سبيسيفيك، خد بالك كله نون سبيسيفيك. هيومورال الاقي الزملاء يقول لك هيومورال يعني حاجات موجوده في سائل الدم. هيومورال يا اولاد وبقولها للزملاء مش للطلبه، ليس معناها سائل الدم، انما معناها سائل فقط، قد يكون سائل الدم، قد يكون سائل انسجه، قد يكون اي سائل اخر. وعندي دليل في الناس اللي هي دارسه انجليش، جوه العين في سائل اسمه ايه؟ اكياس هيومر. طب اكوا يعني ميه، وهيومر يبقى سائل، السائل المائي. فهيومورال يا اولاد الزملاء يصلحوا الغلطه دي، ليس معناها سائل الدم، معناها حاجات في سوائل الجسم. سائل الدم ممكن، سائل الانسجه ممكن، اي سائل اخر ممكن. ادي معنى نون سبيسيفيك هيومورال. ده خمس حاجات بقى، يعني خد بالك الميكانيكال والكيميكال بارير كانوا ثلاثه، النون سبيسيفيك سيلور ثلاثه، انما النون سبيسيفيك هيومورال خمسه. قبل ما ابتدي اربعه منهم بروتين عشان نتفق. اول واحد اللايسوزومز، ومعناها لايسو يعني يحلل، وزوم يعني جسم، اجسام محلله، بحب اقول الترمينولوجي. وزي ما بقول هذه المحاضرات ليس معني بها الطلبه في المقام الاول، لكن معني بها الاطباء اللي بيعملوا ماجستيرات ودكتوراهات في المقام الثاني، والزملاء في المقام الثالث، خلينا نقول اصغر سنا. عشان كده زي ما بقول يعني حطيت ما انعم الله علي به من خبره، عشان كده دي فكره ليه عملت المحاضرات دي، ان ربنا انعم علي بخبره لا اظنها لا بالقصيره ولا بالقليله، فحبيت نسجلها حتى نثري المكتبه العربيه بمحاضرات محترمه في الفسيولوجي، فيها ترمينولوجي، فيها تاريخ العلم، فيها تنظيم، فيها اسئله، فيها دياجرامز، فيها كل حاجه. اتمنى بس ان تكون بتفيدكم. ففي النون سبيسيفيك هيومورال وبتتعلم معاه النظام ازاي تبقى شخص منظم في عرض افكارك. دول خمسه، اربعه منهم بروتين. اول واحده دي مش بروتين، دي لايسوزومز، اجسام محلله عباره عن ميوكوبوليساكارايد، سكريات بتديزولف، بتسيح البكتيريا، دي اللي مش بروتين. طب نمره اثنين انترفيرونز، ده بقى بروتين اهو، شوف حاطط لك باللون الاحمر اهو، بروتين. الشيء بالشيء يذكر، يعني لما اقول قيس بيجي في مخك ايه؟ ليلى، عنتر، عبله. اما اقول انترفيرونز يعني فيروس، ده السلاح بتاع الفيروس ضد الفيروس. وليه سموه انترفيرون؟ افهم يا بابا، لانه بينترفير يعني بيتعارض، انترفيرنس يعني معارضه مع المالتيبليكيشن اوف فيروس، عشان كده سموه انترفيرونز. ان اي خليه بتصاب بالفيروس تعمل ايه؟ تروح مطلعه البروتين ده، يبقى ده بروتين ريليز بالسيلز الانفكتد باي فيروس، اهي بالسيلز نقراها من الاخر، الانفكتد باي فيروس، تطلع البروتين ده اللي هو ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما. فينترفير يمنع استنساخ الفيروس، الفيروس ريبليكيشن، يمنع تكاثر الفيروس. طب بس كده لسه الفيروس ما جاي، ما ماتش، انا فهمتك. في نوع منهم بقى من دول يروح ينشط الناتشرال كيلر، تيجي مش تموت الفيروس، الخليه الصايعه دي، الفتوه دي، الناتشرال كيلر اللي في طبيعتها قد تقتل الخليه بالفيروس اللي فيها. وعشان كده في فيروس سي اللي كان هددنا في مصر، كان السلاح الوحيد قبل الدواء الاخير بتاعه هو ان احنا حكينا صناعه قلق، عملنا انترفيرونز، كنا بنعاني نديله انترفيرون، حتى ناس يقولوها كده بالطريقه دي. وده ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما، تمام؟ طيب نيجي بقى وظائفه، هو ليه سموه انترفيرون؟ خد بالك بقى برضه العرض فني يا اولاد، انا يعني بستخدم التعبير اللي يديك ليه هي سموها انترفيرون. اهي بص،
الفانكشن نمرة واحد انت لانه الانترفيرونز انترفير. يعني بعض الكتب تكتب انهيبت فالطالب يضيع العلاقة. عاوز تتعلموا شرح عشان في يوم من الايام هيتغير الموقع وانتوا هتبقوا اساتذة افاضل وهتشرحوا. سهل على الشخص قول له خد بالك هو ليه سموه انترفيرون لانه بينترفير مع الفيروس ريبليكيشن باي اذر سيلز بيمنع استنساخ الفيروس. وبرضه بقولها 100 مره لان لو ما قلتهاش يمكن تقعد بقيت عمرك ما انتش فاهم ايه الفرق بين الاستنساخ اللي هو الريبليكيشن والتكاثر اللي هو الريبرودكشن. في التكاثر ممكن الاوف سبرينج الابن بيبقى مختلف عن ابوه مشابه ابوه بس مش زيه بالظبط ده تكاثر ريبرودكشن. انما في الريبليكيشن التناسخ بيبقى الاوف سبرينج زي الاصل تماما. فالفيروس لا يتكاثر هو نوع من التكاثر بس هو الاحسن استنساخ. يعني يطلع نفس السكند جينيريشن شكل الفيرست جينيريشن بالظبط فيسموها ريبليكيشن. فالماده دي اول ما الخليه يدخل جواها فيروس تروح منتجه البروتين ده عشان يوقف استنساخ الفيروس عشان كده سموه انترفيرون لانه بينترفير مع الفيروس ريبليكيشن. وهو كم نوع بقى؟ الفا وبيتا وجاما. خلاص انا بسمي الانترفيرون ده كان في فيلم لعادل امام اسمه اللعبه مع الكبار ما بيلعبش غير مع الحاجات الكبيره. فالالفا ده اللي كان بياكتيفيت الناتشرال كيلر سيلز اللي هي اللارج ليمفوسايتس اللارج العضلات اللي في طبيعتها القاتل اللي قلت كانت هتعمل ايه دي بقى مش هتموت الفيروس هتموت السيل بالفيروس اللي فيها. والجاما انترفيرون ياكتيفيت مش المايكروفاجس الماكروفاجس كده الطلب عمره ما تنسى الانترفيرون ده. افتكر فيلم عادل امام اللعبه مع الكبار بيلعب مع الكبار الالفا ينشط اللارج ليمفوسايتس اللي هي ناتشرال كيلرز والجاما ينشط الماكرو ماكرو يعني كبير ماكروفاج الخلايا الاكوله الكبيره مش المايكرو. البيتا انترفيرونز هاز انتي فايرال افكتس ده تاني نوع. يبقى اما اقول قيس ليلى انترفيرون فيروس بينترفير مع الفيروس وينشط الحاجات الكبيره ضده وفي المالينجنت سيلز كمان ما تنساش لان الناتشرال كيلر دي هتشتغل يعني هو هينشطها والناتشرال كيلر دي هتموت المالينجنت سيلز. ناخد البروبر دون بروبر دين اسف ده كلمه من ثلاث مقاطع ده بروتين برضو ما واضح اي ان في الاخر يبقى تركيبه بروتين. برو يعني قبل في اللغه يعني قبل بيرد يعني ديستروي اي ان يعني بروتين بروتين ما قبل التحطيم. حب الترمينولوجي واكتب اكتب عشان ما تبقاش حافظ كلام انت مش فاهمه. بروبر دين بروتين ما قبل التحطيم ده لوحده ما يتشرحش ده خادم امين لنمره خمسه اللي هو الاي اللي هي الكومبلمنت سيستم يعني موجود عشان يدي طريقه بديله لتنشيط الكومبلمنت سيستم. خلاص طريقه بديله لتنشيط الكومبلمنت سيستم بروتين ما قبل التحطيم يبقى ينشط الكومبلمنت فالكومبلمنت يجي يحطم البكتيريا يبقى هو نشط الكومبلمنت دي الخطوه الاولانيه فالكومبلمنت حطم البكتيريا فعشان كده سموه بروتين ما قبل التحطيم. هنقوله مع الكومبلمنت. نيجي نمره 4 اكيوت فيس بروتين. قلت لاحظ الملاحظه حلوه كان طالب بعت لي بيسالني بيقول لي ازاي نفهم ونعمل. قلت له اتبع طريقه العبد الله النظام التدقيق ايجاد العلاقات ما بين الاشياء ان الخمسه قبل ما بدات اشرح ما عملش زي بقيه زملاء. قلت لك اربعه منهم بروتينز مفيش غير اللايسوزومز وميوكوبوليساكرايد اللي بتساعد البكتيريا خلاص. وشوف شوف بلخصها لك ازاي بستخدم الالوان. انت امسك قلم زي ده اصفر كده احسن استثمار والكلمه اللي انا بقول لك عليها في كتابك في المصدر اللي بتقرا منه قول اه دكتور ناجي ركز عليه. اكيوت فيس بروتين ده انتي انفلاماتوري بروتين بروتين ضد الالتهاب بيطلع من الكبد. احد امثلته اللي هي السي ري اكتف بروتين احد الاكزامبلز بيطلع في الاكيوت انفلاميشن من اسمه خلاص اكيوت فيز يبقى بيطلع في الاكيوت انفلاميشن وفي التيشو ديستراكشن. زي حاله مشهوره السيري اكتيف بروتين ده لما الناس اللي بيجي لها حمى روماتيزميه في القلب فالبروتين ده بيطلع من الكبد عشان يبقى ضد الاصابه اللي حصلت في القلب. وبنقيس بقى احنا السيري اكتيف بروتين لو لقيناه عالي يبقى معناها في اصابه يعني ليه تطبيقات رائعه هتاخدها بعد كده في الباثولوجي
سي رياكتيف بروتين ده من ضمن الحاجات اللي بيزيد فيها في الحمى الروماتيزمية في القلب. انما هو بيطلع منين؟ من الاساس من الكبد. ليه؟ عشان يمنع التهاب القلب، الاكيوت انفلاميشن. القلب ما التهب حاجه مش لطيفه. نيجي نمره 5 والاخير اللي هو الكومبلمنت سيستم، وده لوحده اديك شايف كاتب لك سؤال نظري مهم السؤال، يعني غالبا مش هيجيب لك النون سبيسيفيك اميونيتي كلها لان ده هيبقى سؤال طويل قوي، انما يجيب لك الكومبلمنت سيستم. كومبلمنت من كلمه كومبليت، كل حاجه شوف اعمل زي العبد الله، دور على اصل الكلمه، ما تقراش وانت مش مركز بتقرا ايه. انترفيرونز يبقى بينترفير مع الفيروس ابلكيشن، من هنا جاء الاسم. وانا بتعب روحي في الترمينولوجي ليه؟ مش بسلي روحي. كومبلمنت لانه بيكمبليت، بيكمل ما بداه الانتي بودي. هنشوف دلوقتي ده عباره عن 30 بلازما بروتين انزيم، 30 انزيم، وطبعا انزيم تركيبه بروتين، مفيش انزيم تركيبه حاجه غير بروتين، فهو 30 بروتينز وفي نفس الوقت 30 انزيم، والانزيمز ار بروتين. بيشتغلوا بكاسكيد سيكونس. فهمتك يعني ايه كاسكيد في اللغه؟ مين فاكر يقول لي؟ انا سامع. شلال صغير. ايه ميزه الشلال؟ ان كل ما الميه بتنزل سرعتها بتتزايد بالعجله الجاذبيه الارضيه، يبقى هيؤدي الى تفاعل متدرج متزايد. ادي وقلت الجسم كل البايوكيمستري كل الكيميكال رياكشنز بما فيها خدت نظريه التجلط. كان واحد ينشط الثاني والثاني ينشط الثالث اقوى والثالث ينشط الرابع اقوى، يبقى تزايد منتظم، فهم بينشطوا بعض ان كاسكيد سيكونس. ليه سموهم كومبلمنت؟ برضو بختار الكلمه المهمه، يعني الاقي في بعض التكست بوكس يكتب لك دي ميديت، فالطالب ما خدش باله ليه سموها كومبلمنت، لكن انا بكتب الكلمه زي هنا انترفير، وبعدين اكتب لك الكلمه اللي ممكن يكتبها انهبيت. هنا دي ميديت، دي كومبليت ذا افكت اوف انتي بوديز اند تي ليمفوسايتس، بيكمل ما بداه السبيسيفيك اميونيتي. السبيسيفيك اميونيتي اللي هم مين؟ الانتي بوديز بتاعت البي والتي ليمفوسايتس بتاعت السي. اتس اكتيفيتد ان تو ويز، تعالى بقى اشرحها لك بطريقه لطيفه قوي. الانتي بودي الاجسام المضاده شكلها زي حرف الواي اللي هو اشهر واحد فيهم الاميونوجلوبولين جي اهو. متكونه شايف حرف الواي ده متكون من كام قطعه؟ اربعه، اثنين طوال تو لونج اور هيفي تشينز وتو شورت اور لايت تشينز. ده شكل الانتي بوديز. ازاي الانتي بودي بيمسك البكتيريا؟ بيمسك البكتيريا ما بين الشورت واللونج زي الملقاط كده. كل اللي بيعمله الانتي بودي يروح هوب سبيسيفيك لايك اي كي اند لوك سبيسيفيك اميونيتي، يعني اذا ضد بكتيريا معينه يمسك بكتيريا واحده بس، الانتي بودي سبيسيفيك لسه هنجيله. يبقى الاميونوجلوبولين جي ده قطعه واحده حرف واي واحد يسموه مونومير، مونو يعني واحد ومير يعني قطعه. يقدر يمسك كام بكتيريا؟ اثنين، يبقى يسموه داي فيلنت ثنائي التكافل. طيب بص لي بقى من فضلك، انا كده اهو تخيل كنت لما بشرحها في المحاضرات اجيب اتنين طلبه، انا الانتي بودي، الاتنين طلبه دول بيمثلوا البكتيريا، اروح ماسك واحد بايد اليمين وواحد بايد الشمال، انا الانتي بودي يبقى انا ماسك اتنين. هل كده هم ماتوا؟ لا، انا كل اللي عملته ان انا ايدتهم عملت لهم اجليوتينيشن كتفتهم بس. طب كده ما ماتوش، فيجي الكومبلمنت يكمل اللي انا بداته، يعني انا امسك والكومبلمنت يجي يمسك في رجليا تحت لو متخيل انك شايفها ويفجر الانتي بودي بالبكتيريا، يعني يكمبليت ما بداه الانتي بودي، الانتي بودي يمسك والكومبلمنت بوم يفجره. ده الكلاسيكال واي، ان الكومبلمنت اساسا ما يشتغلش الا لو البكتيريا اتمسكت، مين يمسكها له؟ الانتي بودي اللي هو سبيسيفيك اميونيتي لايك كي اند لوك، انتي بودي معين يمسك بكتيريا معينه. وده يفهمك ان مش السبيسيفيك اميونيتي في وادي والنون سبيسيفيك في وادي اخر، ده مثال رائع ان هما كومبلمنتري بيكملوا بعض. السبيسيفيك متخصص يمسك بكتيريا بذاتها الانتي بودي الواحد اللي هو الميونوجلوبولين جي اللي هو قطعه واحده يقدر يمسك كام؟ اثنين مونومير، لكن يمسك اثنين داي فيلنت، ويجي الكومبلمنت يمسك في رجليه تحت بوم يفجرها يكمبليت. طب افرض ما فيش انتي بودي، مين يمسك البكتيريا؟ البروبوردين سيستم. يبقى ده طريقه بديله، بروبوردين الترناتيف باث واي،
يبقى كلاسيكال واي ان اللي يمسك الاورجانيزم هو الانتي بودي. الانتي بودي ده كلاسيكال واي فيجي بكومبلمنت يفجر. الالترناتيف واي الطريقه البديله ان البكتيريا يمسكها البروبردين سيستم، بروتين ما قبل التحطيم يمسكها له هو حطمها، عشان كده سموه بروبردين. بقولها بطريقه لم ولن تنسى يا شباب. الانتيجين انتي بودي رياكشن سبيسيفيك زي العريس والعروسه، يعني عريس معين هيتجوز عروسه معينه سبيسيفيك، مش اي واحد هيتجوز اي واحده. النهارده الجوازه معروف مين العريس ومين العروسه، واحد هيتجوز واحده معينه، لكن عشان الجوازه دي تكمل محتاجه مأذون، هو ده الكومبلمنت. هل المأذون ده سبيسيفيك لجوازه معينه؟ ينفع اي مأذون من 30 اللي موجودين في القاهره الكبرى يجي يكمل الجوازه؟ من غيره مش هتكمل، بس نون سبيسيفيك، اي مأذون يساعد اي جوازه، لكن واحد معين هيتجوز واحده معينه. انتيج انتي بودي رياكشن سبيسيفيك عريس وعروسه، لكن عشان لما بقى نكمل الجوازه محتاجين مأذون كومبلمنت. حتى بقولها بطريقه في ساخره شويه، ان المأذون ما ياخدش الدفاتر بتاعته ويتجه عشان يعقد الا لما يقولوا له في التليفون في عروسه ماسكه عريس في ضمن ايدها منه ماسكاه واخدها تحت باطها، تعالى بقى خلص عليه. يبقى الاول لازم الانتي بودي يمسك له العريس اللي هو البكتيريا، وبعدين يجي هو يكمل مأذون ويخبطه. الانتيجين انتي بودي سبيسيفيك عريس معين هيتجوز عروسه معينه، مين اللي هيكمل عليهم؟ كامبل. طيب في طريقه بديله، دي الطريقه الكلاسيكيه ان العروسه تمسك العريس، لكن في طريقه بديله الترناتيف ان العريس مين اللي يمسكه؟ ابو العروس اللي هو البروبر دين سيست. تعال انت، تعال انت مش عايز تتجوزها ليه؟ يروح ماسكه، الو تعال يا ابني اعقد عليه. فهنا ابو العروسه يمثل البروبردين سيستم اللي هو الطريقه البديله، اللي هو ولي الامر، العروسه مش موجوده، اللي ماسك العريس ولي امرها، اللي هو طريقه بديله بروبردين سيستم، بروتين ما قبل التحطيم. يبقى الكومبلمنت ده المأذون مش هيتحرك ويكمل الا لو واحد بدا بايه؟ بامساك الاورجانيزم، بامساك العريس. ادي فكره الكومبلمنت، أظن كده you'll never forget it. نقولها تاني بقى. يبقى فيه في الجسم 30 مأذون، 30 بروتين انزيمز بيشتغلوا in a cascade sequence. يبدأوا ما بدأه الأنتي بودي أو التي لمفوسايتس. It's activated in two ways. الطريقة الكلاسيكية إن مين يمسك الأنتيجين؟ الأنتي بودي. أنشي أنتي بودي ريأكشن. الطريقة البديلة مين اللي يمسكه؟ ولي امر العروسه اللي هو اهو البروبردين سيستم. فاكر قلت لك لا يذكر الا مع الكومبلمنت، فيجي هو يكمل عليه الكومبلمنت سيستم. يبقى طريقه لطيفه، ولا تنسى يبقى فهمنا من القصه دي ان في تعاون ما بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك، ليس مش كل واحد فيهم شغال في واحد، لا مفيش كلام. السبيسيفيك بيمسك عريس معين، يمسك عروسه معينه تمسك عريس معين ويكمل عليهم الكومبلمنت، ده مأذون ينفع لاي حاجه، وان في طريقه بديله اهي الترناتيف واي. طيب الريزلتس اوف كومبلمنت اكتيفيشن، ايه الريزلتس اوف كومبلمنت اكتيفيشن؟ اول احب اقراها لك زي ما اعمل زي المحاضرات كده. شوف الاول يقول لك اجلوتينايزيشن، الانفيدنج اورجانيزمز ادهير تو ايتش اذر، يمسكوا ببعض. وبعدين نيوتراليزيشن، التوكسيك سايتس في الفيروس نعمل لها نيوتراليزيشن. وبعدين insertion of perforin، نحط فيه بروتينات مثقبة. وبعدين chemotaxis اللي هو ان احنا نجذب كيميائيا كرات الدم البيضاء attraction. وبعدين opsonization، نحلي الحاجات عشان نقدر نستيميليت الفاجوسيتك سيلز. وبعدين يطلع formation of fragments of histamine، تزود الكابيلا بريمابيلتي. فهمت حاجه؟ لا، فقط مع العبد الله هتفهم ماذا يحدث، لان مش اي واحد يشرح اي حاجه، فاقل الشيء لا يعطيه، لازم هو يستوعب القصه. انا بقول هشرح لك بقى بطريقتي، هذه عمليه يعني اعدام قتلا بالرصاص. الكومبلمنت ده بيعمل عملية إعدام قتلا بالرصاص. الإعدام يستغرق ثلاث خطوات.
وإزالة الجثث ثلاث خطوات يبقى ستة فانكشنز. أول وظيفة دلوقتي أنت عاوز تعدم واحد رمي بالرصاص، الشخص ده لازم أهو أقولها لك أهو، هتعدم واحد، هل الشخص ده يبقى بيجري كده أصابك ولا لازم تثبته؟ يبقى لازم تثبته، فالكومبي بيعمل أبيوتينيشن يثبته. طب الشخص اللي انت هتعدمه رمي بالرصاص ده فيه في جيبه هنا قنابل، لو ضربت فيه رصاص هتنفجر فيك انت وفي الشخص، موتته وموت معاه، يبقى لازم الاول نشيل القنابل ده، نعمل نيوترلايزيشن للتوكسيك سايتس، اي توكسينز لو اتخرم هيطلع التوكسينز، فلازم التوكسين دي نعمل لها نيوترلايزيشن معادله، يبقى كتفناها ابيوتينيشن وبعدين شلنا القنابل نيوترلايزيشن للتوكسيك سايتس، وبعدين اعدام رمي بالرصاص. الرصاص بيعمل ايه؟ بيخرم الشخص، فهو حط بروتينات فيها ثقوب، بور فورمينج بروتينز، خلاص بروتين فيه خروب اتخرم مات الاورجانيزم. طب مات بقى جثه دلوقتي، هتسيب جثث في البلد تموت انت؟ هتتعفن لازم تتخلص من الجثه دي. دي ثلاث خطوات. ان الكومبلمنت بيعمل ايه؟ بيأتراكت كرات الدم البيضاء اللي هي الفاجوسيتك سيلز المايكرو والماكرو، يبقى كيموتاكسين، بيشتغل ككيموتاكسين الكومبلمنت. طب جت كرات الدم البيضاء لقت جثه هامده ما طعمها مش حلو، مش هتقدر تاكل جثه الا لو حلها لها، فالكومبلمنت بيخلي الجثه اوبتيمم، فبيشتغل كاوبسينين، بيعمل اوبسينايزيشن، يبقى نده كرات الدم البيضاء وحله خلى طعمها حلو الجثة، فكلتها الفاجوسيتيك سيلز، ستيل في بقايا دم وحاجات كده موسخة الأرض، فبيعمل ايه بقى؟ يجيب هيستامين اللي بيعمل فازودايليتيشن، فالبورز في الكابيلر توسع، يخرج مية تغسل زي ما تيجي كده بجردل وتغسل بقايا الدم والحاجات ده عشان ترجع المكان إلى سابقها. ادي كيف يفهم الكومبلمنت يا أولاد، مش اي حد قال اي حاجه تطلع فاهم حاجه، عمالين زي الكتاب نحفظ ورا بعض. يبقى هي عمليه اعدام رمي بالرصاص تتكون من الاعدام ثلاث خطوات وازاله الجثه ثلاث خطوات. اول حاجه هنعدم واحد رمي بالرصاص، يبقى بيتحرك كده بيجري لك كده ولا لازم تثبته؟ يبقى اول حاجه الكومبلمنت عمل له اجليوتينيشن. طب هتضرب فيه رصاص وهو عنده توكسينز، يبقى لازم نيوترلايزيشن اوف توكسيك سايتس، مفيش انابل عشان لما اضرب ما تنفجرش فيه، يبقى الاول ابيوتينيشن وبعدين نيوترلايزيشن وبعدين اخرمه بالرصاص بور فورمينج مولكيولز، احط مولكيول بروتين اسمه بيرفورين، حتى اي ان بروتين في بيرفوريتد، يبقى كانه اتخرم. هو ده الرصاص بيعمل ايه؟ مات. طب لازم اشيل الجثه، فالكومبلمنت بيشتغل ككيموتاكسين، يعمل كيموتاكسيس كمادة كيميائية تجذب كرات الدم البيضاء، وبعدين هتاكل جثة لسه طعمها حلو، هو يحللها طعم الجثة، يبقى يشتغل كأوبسينين أوبسينيزيشن، فكالت الجثث في بقايا نغسلها، يبقى يطلع هستامين يعمل فازوريتيشن يزود البرميابيلتي، فمية تطلع تغسل الحاجات دي. ادي ازاي يفهم عمل الكومبلمنت يا اولاد، مش اي حاجة. الاميونيتي دي عشان تبدأ تشرح تبقى قري لك كتاب او اتنين، مش قري لك صفحتين في كتاب بلاد وعاوز تشرح كده. يبقى انا خلصت النون سبيسيفيك، فعادة سريعة ليه؟ عشان احنا قلنا اولاد انت تقدر تعيد الفيديو تاني لما يجي لك سؤال نون سبيسيفيك او النيت. الأول تقول ما عشقت مستعشق النظام، مقدمة من ثلاث نقاط ثم ثلاث خطوط. مقدمة من ثلاث نقاط إنه أهم حاجة إنه هو نون سبيسيفيك، إنه مش ضد جرثومة بذاتها، مش ضد مايكرو أورجانيزم بذاته، خلاص يبقى ليه نون سبيسيفيك؟ لأنه نو سبيشال ريكوجنيشن، عكس ما هنيجي بقى الأنتي بادي والحاجات دي. طب أدام أنا مش هتعرف، يعني اي واحد يضرب اي واحد، يبقى العمليه بقت رابيد سريعه ولا تحتاج بريفيس اكسبوجر، هنفهمها اكتر مع السبيسيفيك. السبيسيفيك اجمل في الفهم، في كام خط دفاع، يبقى مقدمه من ثلاثه وثلاث خطوط دفاع،
اهو شايف في اللون الاصفر اهو، بحب اللون الاصفر قوي اللي هتستخدمه انت في المذاكره. الطالب اللي كان بيسالني ميكانيكال وكيميكال، يبقى حواجز كيميائيه وميكانيكيه، وبعدين سيلر خليه، وبعدين هيمورال حاجات في سائل الدم. مصادفه ان اول حتى واحده كان فيها ثلاثه الميكانيكال والكيميكال، قلت انت مغطى مغلف بالسكين ابثيليوم ومبطن بالميكوزا ابثيليوم. وبعد كده لما اتنين قلنا الميوكس والاسيدز، ادي ثلاثه. نيجي السيلولر ميكانيزم، في كام خليه نون سبيسيفيك في جسمك؟ نون سبيسيفيك ثلاثه. خدنا منهم اتنين، مايكروفيجس والماكروفيجس. من هم المايكروفيجس؟ نيتروفيلز ثم نيتروفيلز ثم نيتروفيلز ثم ايسينوفيلز. ولا تنسى اوعى تقول بيزوفيلز، ملهاش فاجوسيتك، ده سؤال لوحده. طب من هم الماكروفيجس؟ اللي اسمعني انا يعني اعني ما اقول واقول ما اعني. الماكروفيجس هي اللي كانت مونوسايتس، مش هي المونوسايتس. المونوسايتس بعد 72 ساعه الهاف لايف بتاعها تلف في الدم تحول لماكروفيج وتقعد في كل نسيج ما تخرجش منه لحد ما تموت فور ييرز. طب وثالث خليه الناتشرال كيلر اللي هي مين؟ انت فاهم اللي هي اللارج لينفوسايتس العضلات، اللي هي مين؟ اللي هي الصايع، اللي هي لا دخلت بيرسا تتعلم ولا دخلت تايمس، نون بي نون تي. ودينا لها المهام الصعبه، اصعب مهمتين، بتموت الخليه بالفيروس اللي فيها والخلايا السرطانيه. واكتيفيتد قلنا شفنا الحاجه اللي هنركز عليها دلوقتي الالفا انترفيرون، لان هيجي له سيرته تاني اكتيفيتد بالالفا انترفيرون، انت فهمته. لكن اكتيفيتد كمان بالانترلوكين 2 بالانشين انتي بودي رياكشن. طيب نيجي ثالث خط وهو الاهم بقى، هيومورال، يعني حاجات في سائل الدم وسوائل الانسجه واي سوائل اخرى في الجسم. يبقى هيومورال مش معناها سائل الدم، معناها سائل 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 بس، حاجات في السوائل. طالب اللي عنده ملاحظه اللي بيقول لي عاوز اعرف اذاكر، اربعه منهم بروتين، اول واحده بس اللايسوزومز دي اللي ميكوبوليساكرايد سائل بكتيري، الباقيين بروتين انترفيرون. بروتين بينتج في الخلايا اللي اصابتها الفيروس، خلاص. طب ليه سموه انترفيرون؟ لانه بينترفير مع الفيروس ابلكيشن، تناسخ الفيروس، وهو ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما. تبقى فاهم الشيء بالشيء يذكر. قيس ليلى انترفيرونز فيروس، خلاص. فده انترفيرون. طب نيجي بعد كده ليه سموه انترفيرون؟ لانه بيمنع، قلت تكتبها صح، مش فيروس ريبرودكشن، بيمنع فيروس ريبليكيشن، تناسخ الفيروس. طب كده وقف عمليه التناسخ بس الفيروس ما ماتش، فبيطلع ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما اللي قلناها بطريقه لطيفه، اللعبه مع الكبار. الالفا بتلعب مع اللارج لينفوسايتس اللي هي الناتشرال كيلر، يبقى هو وقف وبعت اكتيفيت الناتشرال كيلر، جاب بقى حطمت الخليه بالفيروس اللي فيها. طب والجاما بيلعب مع مين؟ مع الخليه الكبيره برضه الماكروفيج، ده تاني واحد. تالت واحد البروبردين اللي هو ولي الامر ده، اللي هو بروتين ما قبل التحطيم اللي بيمسك العريس قبل ما يجي الكومبلمنت يحطمه. بروتين سيستم بيأكتيفيت الكومبلمنت بأنهي طريقة؟ بالطريقة البديلة، الطريقة الأساسية إن العروسة تبقى ماسكة العريس. إنما الطريقة البديلة إن أبوها يمسكه، ترنت الباث واي. نمرة أربعة أكيوت فيس بروتين، بروتين بينتج من الليفر في الأكيوت إنفلاميشن له أنتي إنفلاماتوري إيفيكت، كلمة قايلة روح أكيوت فيس بروتين مع الأكيوت إنفلاميشن وليه أنتي إنفلاماتوري إيفيكت. زي السيري اكتيف بروتين. نيجي الكارثه بقى اللي عاوز افهم جامد، الكومبلمنت ده المأذون، اكتب لي جنبيه كده المأذون. 30 مأذون، 30 بروتين، 30 انزيم، ما هو البروتين الانزيمز موجودين في الجسم. نشطوا بعض. بعتوا لبعض حالات. كاسكيد رياكشن. وبعدين they are activated in two ways. في طريقتين للاكتيفيشن. يا اما كلاسيكال باثوي اللي هي الانتيجن انتي بودي رياكشن، الطريقه التقليديه العريس يمسك الايه العروسه تمسك العريس، او الالترناتيف باثوي الطريقه البديله اللي هي بولي امر العروسه اللي هو البروبردين سيستم. يبقى التقليديه ان مين اللي يمسك الانتيجن الانتي بودي، العروسه تمسك العريس،
دي الكلاسيكال واي وريت لك ازاي تمسكه بس بس يجي الكومبليت يكمل عليه. الالتيرناتيف باث واي اللي هو البروبردين سيستم اللي هو ليه الامر بروتين ما قبل التحضير. ايه الريزلتس بقى؟ دي كانت حته صعبه قوي. الريزلتس 6 بطريقه العبد الله الجميله، 3 الاعدام رميا برصاص، و3 ازاله الجثث. عشان كده شايف حاطط لك خط عليها ايه عشان تركز. يبقى هنا الاول لازم تربط الشخص اللي هتعدمه اجليوتينيشن. الانفيدنج اورجانيزم ادير، لازم تلزقه ان شاء الله تمسكهم في بعض، ادير تو اتش اذر. وبعدين تشيل الانابل اللي عنده نيوتراليزيشن، لا تنفجر في وشك، تعمل معادله للتوكسيك سايتس، وبعدين تضربه بالرصاص. الرصاصه هنا اسمها ايه؟ بيرفورين، بروتين مثقب اللي هو موليكل في بورز. خلاص ادام خرمته يبقى مات. طب في جثه، يبقى الكومبلمنت بيشتغل ككيموتاكسين، بيعمل كيموتاكسيس، بيجذب كرات دم البيضاء عشان هي قلنا ما عندهاش عينين بتنجذب كيميائيا بالكومبلمنت. طب هتيجي تلاقي جثه مش هترضى تاكلها الا اذا كان طعمها حلو. الكومبلمنت بيشتغل غير انه كيموتاكسين كاوبسيدين، يساعد عمليه الاوبسينايزيشن فيستيميليت الفاجو سيتوزس. ثم البقايا بقى يعمل ايه فيها؟ بالهيستامين يحصل فازو دايليتيشن، يزود الكابيلر بريمابيلي، يطلع ميه تغسل القصه. انا يا اولاد عشان نعوض شويه اللي فات هاديكم راحه 10 دقائق، بعد نرجع نقول السبيسيفيك اميونيتي في حوالي ساعه، وعليه يبقى فاضل لنا في البلاد حاجه واحده بس صغيره اللي هي البلاد ترانسفيوجن. وطبعا السبيسيفيك اميونيتي اكثر اهميه من النون سبيسيفيك، ومع الاعتذار في التعبير اذا ما فهمتهاش مع العبد الله يو ويل نيفر هتفهم القصه ماشيه ازاي. خلصنا من خط الدفاع الاول اللي هو النون سبيسيفيك اللي هو بيقيق من اكثر من 99% من الجراثيم، وبيتميز بثلاث مميزات، وهو ثلاث حاجات، ثلاث مميزات اللي هو رابيد ونون سبيسيفيك طبعا ده في اسمها، ومش عاوز بريفيس اكسبوجر، وثلاث حاجات اللي هو بارير كيميكال وميكانيكال نمره 1، نون سبيسيفيك سيلز نمره 2، نون سبيسيفيك هيومورال نمره 3 اللي هم الخمسه اللي كانوا 4 فيهم بروتين. القاكم باذن الله بعد 10 دقائق. فأدعو لكم بالتوفيق إلى أن ألقاكم بإذن الله. شكراً.